تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600 أربعة أو عبر الرسائل النصية القصيرة اس ام اس 4006 صحة وسعادة <applause> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي وأيضا بالشراكة مع مستشفى الزهراء مستمعينا مثل ما عودناكم في حلقاتنا في في رمضان ان نعطيكم في بدايه الحلقه سؤال المسابقه هذه المسابقه اللي تقدم الجوائز تقدم الجوائز اداره تقنيه المعلومات في هيئه الصحه بدبي وحقيقه المسابقه معنيه بالاسئله عن التطبيقات التي توفرها هيئه الصحه بدبي من خلال الاجهزه الذكيه. السؤال يقول: ايقونة الأدوية في تطبيق حياتي تغطي أفضل الخيار الأول أفضل أنواع الأنسولين لمرضى السكري، الخيار الثاني مستوى الجلوكوز المطلوب في الدم للمرضى، الخيار الثالث إحصائيات عن مرضى السكري. نعيد الخيارات أفضل أنواع الأنسولين، مستوى الجلوكوز المطلوب، إحصائيات عن مرضى السكري. هاي ثلاث خيارات ممكن ترسلوا لنا الإجابة على الرقم أربعة صفر صفر ستة أيضا مستمعينا يعني قبل أن أخذكم في الجولة الإخبارية وقبل يعني خلوني أرحب بدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية معنا في البرنامج مثل ما أنتم متعودين صار يعني دكتورة ما شاء الله مرافقتنا طول الشهر وخلص رمضان دكتورة صباح الخير كل عام وأنت بخير يعني خلص صراحة كان ممتع تجربة رائعة أنا كتير يعني هيك استمتعت في وجودي معكم بصحة وسعادة صراحة ومع الطاقم اللي موجود ميثا وأشواق وعيسى صراحة كان ممتع يا محمود اللقاء معك يعني ان شاء الله الناس تكون استفادت وتكون الكلمات اللي المعلومات اللي اعطيناها افادت الجمهور في رمضان وكان رمضان صحي وسعيد عليهم جميل دكتوره نحن بس ما ناخذ مداخله الان حول موضوع اغلاق مركز القصيص الصحي بدءا من 2 يوليو 2016 حيث سيتم نقل العملاء اللي يراجعون مركز القصيص الصحي الى مركز المزهر الصحي نحن يعني مناخذ تفاصيل هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتوره شذا السويدي مدير مركز القصيص الصحي مرحبا دكتوره السلام عليكم يا هلا دكتوره تحدثينا عن الاغلاق هذا اللي بيصير ان شاء الله تفضلي أول شيء بغيت أشكركم على إتاحة هذا الفرصة بالتحدث عن إحلال مركز القصيص الصحي عبر برنامج صحة وسعادة ومثل ما تفضلت أنه بيكون الإحلال ابتداء من تاريخ 2-7-2016 يعني يوم السبت القادم ويستم استقبال العملاء مركز القصيص الصحي في مركز المزهر الصحي وهذا من منطلق خطه واضحه لهيئه الصحه لاسعاد العملاء. طيب الحين يعني اي حد كان يراجع مركز الإكساس الصحي يروح دكتوره من تاريخ 2 7. نعم. من 2 سبعة يراجع مركز المزهر لان الملفات كلها بتنتقل هناك. ايه. <applause> تم نقل تقريبا 99% من الملفات لمركز المزهر. ممتاز فبيكون ان شاء الله المركز المزهر الصحي جاهز لاستقبال العملاء جميل دكتوره هذا الشيء يعني اكيد ما ما بيسبب اي ضغط لا العمليه هي مدروسه وسوف يعني يتم تدفق المرضى بانسيابيه في في مركز المزر يعني ما بيكون في ضغط اكثر ولا انتم خليتوا العاملين في مركز المزر زدتوا زدتوا عدد العاملين الدكاتره والاخصائيين الموجودين في المركز على اساس يستوعبون الاعداد الكبيره اللي ممكن تنتقل من مركز القصيص الى مركز المزر اكيد يعني هذا تم عبر خطه واضحه ومدروسه من المركز القصيص للمسار يعني نحن ما بدينا هالخطوه الا عبر اجتماعات خلال الشهور اللي طافت ودراسه الاحصائيات وتم فعلا زياده غرف استشاره طب الاسره وتم عمل قسم خاص للحوامل وصحه الطفل بالاضافه لزياده عدد غرف الاسنان. جميل جدا نتمنى <applause> يكون اي خوف من ناحيه الانتقال مركز المسار الصحي. جميل اذا نحن نطالب الجمهور بالتعاون مع اداره المراكز الصحيه في هذا المجال. على اساس أنه آه آه تم عمليه الـ الـ الاحلال بشكل سريع وايضا آه بشكل بسيط شيء ثاني تبغين تضيفينه دكتوره ايه اود ان اضيف ان هاي العمليه ما تمت الا على اساس ان الرؤيه واضحه من هيئه الصحه لتحديث مبانيها وبناء مركز اكبر وافضل يتناسب مع مكانه دبي العمرانيه وطبعا المبنى الجديد ان شاء الله في الوقت القريب بيكون مبني على احدث المعايير والنظم العالميه من حيث السلامه والجنب والجوده والامن. متى تتوقعون دكتوره ممكن ترجعون للمبنى الجديد؟ ان شاء الله اسرع وقت. طبعا هذا حسب الخطه الهندسيه. جميل. اتمنى لكم التوفيق دكتوره مشكوره. ان شاء الله شكرا, شكرا. كانت معنا الدكتور شاده السويدي مدير مركز القصيص طبعا مستمعينا آه يعني المراكز الصحيه قطاع المراكز الصحيه يحوي الكثير من الخدمات وهو يعد يعني الخط الدفاع الاول خط الدفاع الصحي الاول في هيئه الصحه بدبي، وايضا من الخدمات اللي 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 تقدمها يعني هي داخل المناطق الجغرافيه في اماره دبي، وكذلك في عندنا مركز البرشه ومركز ند الحمر يعملون على مدار الساعه. دكتوره ايضا انتم عندكم بعد وايد تداخل مع قطاع الرعايه الصحيه نعم عندنا عيادات تغذيه مستمره ويعني الكوميونتي اويرنس توعيه المجتمع في كثير تعاون بيننا وبينهم وحتى المرضى تاعونا اللي في عياده القصص يعني في عياده تغذيه بينتقلوا المزهر وبتم تم اوريدي يعني الاتفاق كيف مع اخصائيات تغذيه كيف يشوفوا المرضى نفسهم. جميل انا اللي اللي عاجبني يعني هذا مش مش اول مركز يتم الاحلال له يعني ترى ابو هيل أبو هي بفارغ الصبر اشوف المراكز هذه كيف راح يصيرون ان شاء الله خلال الفتره القادمه اتوقع بيكون شيء وايد جميل إن شاء الله. وبالفعل لما يكتبون نحن نعمل لاسعادكم فاعتقد يعني هذا الاحلال وايضا تجديد المراكز بهذا الشكل اكيد هي راح تضيف الكثير للمتعاملين، وإن شاء الله بتكون يعني هي هي اضافه لمحمود لال. عشان سهل عليهم المهام يعني اول كنت استنى ما في مكان مرتب ما في ما في يعني دور طويل لما يكون زحمه شوي ما في لا هو المكان خصية. مرتب بس قديم. اكثر اي ما هي قصدي إيه. كان المكان ضكه يعني كان إيه. يعني مساحات مساحه مساحات اوسع إيه. راحة مساحة في اكثر بتفهم. من مكان في في اديوكيشن في توعيه وبعدين حيكون في تقنيات كثيره عم بدخلوها في المراكز الجديده صحيح صحيح نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في قطاع الرعايه الصحيه الاولي من خلال كافه الخدمات اللي يقدمونها لانهم حجر الاساس لكافه الخدمات الصحيه اللي ممكن تتماشى مع لوائح الهيئه ومع فلسفه وتوجهات منظمة الصحة العالمية كذلك وأيضا يعني من خلال هذه المراكز نقدر نقول أن من ساهم بشكل كبير في الحفاظ على المجتمع يعني شوف هي خط دفاع أول خلينا نقول هيك أيه؟ هي خط دفاع أول أنك أنت ما توصل للمستشفى إن شاء الله يا رب بإذن الله. شاء الله فإذا إذا الشخص فعلا حس في أي أعراض بصحته تغيرت يروح على الرعايه الصحيه الاوليه، يراجع الطبيب، لانه اول شيء لازم دوريا كل ستة اشهر انت تراجع الطبيعي لسنه، عرفت؟ فلما انا اروح واعمل هذا الشيك اب انا كثير بشيل عبء قوي عن الحكومه، عن المستشفيات وعن صحتي اولا واخيرا. بالضبط عشان صحتي انا يعني في النهايه مو موضوع اني انا أه قاعد قاعد اوفر على الحكومه على كثر ما انا قاعد اقي نفسي من الامراض الامراض عشان هيك يعني بدنا نحاول بي بي انا وياك اليومين نغطي قد ما نقدر قبل العيد أيه شو رايك ايه بنغطي بنغطي المواضيع الخاصه بالعيد ان شاء, إن شاء الله. الله عموما فاصل مستمعين وما نرجع لكم قبل الفاصل سؤال الحلقه يقول ايقونه الادويه في تطبيق حياتي تغطي افضل انواع الانسولين لمرضى السكري مستوى الجلوكوز المطلوب في الدم للمرضى ام احصائيات عن مرضى السكري ارسال الاجابه مع الاسم الثلاثي على الرقم أربعة صفر صفر ستة وفاصل وما رجع لكم صحة وسعادة اسعد الله اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحه وسعاده والذي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعه نور دبي، سؤال الحلقه اليوم مستمعينا يقول ايقونه الادويه في تطبيق حياتي تغطي افضل انواع الانسولين لمرضى السكر مستوى الجلوكوز المطلوب في الدم للمرضى ام احصائيات عن مرضى السكري يمكنكم رسالة الاجابة السليمة مع الاسم الثلاثي على الرقم 4006 4006 ستة. ف... واللي عنده اي اسئله او مداخلات ممكن يتصل على الرقم 600551414 ما نفتح اليوم الموضوع ان شاء الله عن كيف الواحد يمارس العادات الصحيه بعد الصوم يعني ان شاء الله ما باقي لنا نحن غير عندنا دكتوره حلقه اليوم وباكر زين وبعد بكره بنتكلم عن موضوع التأمين إن شاء الله فالحلقتين هذيلا اليوم وباكر بنخصصهم على مواضيع الخاصه بما بعد الإستعداد للعيد والإستعداد إلى ما بعد الصوم. فشو شو لازم نسوي فيما بعد الصوم؟ شو هي النصائح التي يجب علينا أن نتبعها لتهي لتهيئة المعده والجسم بعد شهر الصيام لاستقبال طعام العيد طبعا التغيير الكبير في النمط الغذائي بعد رمضان المبارك ممكن يؤدي الى مشاكل مثل عسر الهضم وغيرها طبعا اذا اتبع الصائمين البرنامج الغذائي الصحي اللي تكلمنا عليه احنا خلال هالشهر الكريم بعد رمضان سي حيمنعهم انه يكون في عندهم هاي هاي الاعراض زي الامساك او اضطراب في الجهاز الهضمي yeah. وبعض الارشادات في التحول من النمط الغذائي من شهر رمضان الى الى ايام عيد فطر بسهوله ويسر mm -hmm. النمط الغذائي المتدرج للجهاز الهضمي لاستقبال الاطعمه يجب ان يكون في بطريقه محمود وجبات صغيره متعدده مش وجبات كبيره هذا بيساعد على انه الجهاز الهضمي يتاقلم على العوده للنمط الغذائي اللي كان قبل الصيام هي واحد يجب على الشخص الاستمرار بتناول كميات كافيه من السوائل والاطعمه الغنيه المحتويه على الالياف عشان نتجنب الامساك لانه انت عارف بالعيد كل سنه وانتم طيبين مسبقا الناس بتاكل حلويات كثير والحلويات هي مبدئيا بتسبب ما فيها كثير الياف فيها كثير سكريات تؤدي الى اضطراب في الجهاز الهضمي والامساك، فعشان اتجنب ذلك خلينا نقول نبدا بالتدرج، كيف؟ ناخذ بعض التمرات قبل صلاه العيد وبعد الصلاه اخذ افطار خفيف من خبز عربي كامل القمح، جبنه او لبنه قليله الدسم وشويه فواكه يعني احط فاكهه مع مع اللبن او الزبادي يعني واخذها كافطار هذا بيساعد على ترطيب المعده هلا لما بنيجي على الوجبتين الغداء والعشاء دائما نركز انه زي ما تكلمنا برمضان خلي الحبوب الكامله تكون موجوده والخضار وبالتالي خلي غداكم بالعيد تكون السلطه اساس موجوده فيها، مهما اكلت من اكل كطبق رئيسي انا ما عندي مشكله فيه، لكن خلي الطبق الاساسي يكون فيه السلطه على الاقل، الشوربه انا متاكده انه ما حدا هياخد شوربه بالعيد، فبالتالي انا ما حاطلب شيء ما حيطبق، خلينا نقول اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، المستطاع اني انا امشي بالسلطه مبدئيا، بعدين اخذ الطبق الرئيسي، وبعد ما واحاول دائما السلطه تكون فيها قد ما بقدر من خضار عندي. أشكل فيها قد ما بقدر وأخلي دائما الدريسنج أنا أعمله بالبيت، خل خل مثلا أو أو دبس رمان، زيت زيتون، ليمون، ما أخذ الدريسنجز الجاهزة لأنه فيها كثير سعرات حرارية، أنا بفضل إني أنا أخذ الأشياء اللي أنا بعملها بالبيت، هي اثنين، لما بدي أخذ اللحم أنا عارفة إنه اللحم أساسي في أول يوم عند معظم الشعوب خليني أقول، يا ريت لما انا اروح المقصب او اجيب اللحم تبعي اتاكد انه ما في دهن فيه مشفى، يعني الدهن كله شايلينه حتى اضمن على الاقل يعني انا عم باخذ اقل سعرات حراريه واقل دسم. اممم آه ويا ريت يكون مشوي واذا كان سمك بيكون ممتاز حتى اني انا عارف لسه المعده خفيفه ظريفه. طيب دكتوره م يعني انا برجع شويه قبل قبل مم. هذا يعني من سنن العيد وآدابه أن الواحد يعني يغتسل لصلاة العيد ويلبس أحسن الثياب ويتطيب مم. أيضا في عيد الفطر من السنن أن الأكل قبل الخروج من المنزل مم. خاصة قبل, قبل الذهاب إلى صلاة العيد أنا أتحدث يعني أن الواحد ياخذ تمر عدة عنها. تمرات زين أو غيرها يعني قبل الذهاب لصلاة العيد وهذا اللي انا حكيته هلا بدايه خذ التمر روح الصلاه ارجع خد فطور خفيف اللي هو روب مع فواكه او تمر. ليش التمر؟ المعده اوريدي انت هلا بهذاك اليوم ما حتتسحر اذا ما ما ياكلون نخي وباجله بعد بعدين ما مش مش بهالوقت يعني على الساعه 10 طبعا عشان ما يعرفون هاي من طقوس اللي موجوده اي يا الله صايمين <applause> انا رجعت <applause> 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 احلى شيء صراحه طقوس ايه. العيد جميله لكن لكن خل الافطار البلاليط والهي يكون كثير يعني انت بترجع صلاه العيد من بعد صلاه العيد انت اخذت التمر شوف التمر اللي عملته قبل قبل صلاة العيد اول شيء انت كسرت صيامه وهي سنه ثاني شغله انت حفزت الدماغ على استقبال السكر وبالضبط زي ما بنعمل اول ما بنكسر صيامنا بالافطار الرمضاني مش ناخذ التمر وبنروح نصلي المغرب نفس الشيء عم كسرنا بالتمر وصل نبه الجسم انه في اكل رح يجي بيكون في لما حتى بدي ارجع اخذ الفطور حأخده بذكاء وانتقاء طيب شو عن القهوة والمكسرات شوف أه يعني إذا أنا تأكدت أن أنا أخذت السلطة اللي أنا بدي إياها وتأكدت أن أنا أخذت الألياف من الفواكه والخضار ما عندي مشكله اخذ المكسرات بحجم كف اليد على الا تكون مسكره يعني ما عليها كوتينج سكر ولا تكون مملحه حتى ما اضايق وما اخذها بكميات اكثر من حجم كف اليد ليش لانه ممكن تؤدي الى الامساك مع انها رائعه ومفيده جدا يعني فيها الاوميجا 3 جدا عالي بتحسن المزاج بتقوي الجسم بتعطي بتزيد المناعه ولكن قد تؤدي الى الامساك اذا انت ما اخذت سلطه كفايه بالذات اذا انت عم تكسرها بعد بعد صيام <تصفيق> عرفت <تصفيق> ابتعد قد ما تقدر عن السكر والملح فيها يعني حاول تاخدها روستد وتكون قد حجم كف اليد مش اكثر من ذلك انزين المشروبات الغازيه طبعا <تصفيق> <تصفيق> خلينا بالمشروبات الجميلة إنه ناخدها من العصاير الطازجة يعني عندك هلأ اليحمة أجمله موسم هلأ يعني وطعمه يجنن يعني أنا أعمل يح مثلا سواء البطيخ الأصفر الشمام يعني البطيخ الأحمر أو اليح المانجا يا سلام أنت دقت المانجا هلأ يا موسم وطعمه يجنن صراحة <applause> وأنا بفضل تأخذ المانجا زي ما هي لانه الالياف اللي موجوده فيها ما بتصدقوا قديش بتحسن فعل الانسولين في الجسم وهي دراسه جديده حتى عمل الامعاء وتحسين الجهاز الهضمي. جميل البابايا والمانجا. ممتاز. ممتاز من الاشياء الجميله الان لتحسينها، فانا بفضل اني الجا للطبيعه، احنا احنا بدينا بنظام غذائي قبل رمضان يا نستمر عليه بعد رمضان. إيه, كمان ما اتكلمت انا بلشت اتكلم على وجبه الغذاء وال, وال, والعشاء تبدا بالخضروات والسلطة واللحم ما فيها او يعني يا, يا لحم يا سمك يا دجاج مشوي ما يكون في دهون مشفى. واحاول دائما الرز يكون يا اما اسمر يا اما اذا هيك ما ازيد عن كوب من الرز. عرفت؟ واكثر قد ما اقدر من الخضار، خلي نص الطبق فعلا يعني حاولوا تطبقوا الطبق الصحي في في العيد لانه حيخدمكم كثير ما يصير عندكم تلبك، الان حنتكلم كمان عن حلويات العيد فيما بعد وكيف انا ممكن اني اجامل بدون ما اذي جسمي. في بعض الاشياء كمان اللي انا ممكن انصح فيها انه نحاول قد ما نقدر نقلل من الاطعمه اللي فيها محتوى سكر بسيط عالي زي ما تفضلت المشروبات المحلاه العصائر المحلاة المشروبات الغازية المحلاة الأطعمة المرتفعة بالأملاح والدهون الحلويات الآن في كتير وصفات للحلويات العيد ممكن تكون بسعرات حرارية أقل ممكن أنا أعملها يعني مثلا أنا حاخذ الجيمات بلا ما أحط عليها الشيرة أحط عليها دبس أو أحط عليها عسل بتكون عليه كمان أولا أخف والسكر اللي فيه مركب مش سكر احادي زي الشيره سكر احادي على طول بيرفع السكر في الدم وبحسسك بالجوع بعد فتره بسيطه وما اكثر يعني وحده القيمات فيها 43 سعره حراريه يعني لو اخذنا خمسه يعني ماشي الحال على 157 او 175 سعره حراريه ما اكثر عن ذلك لانه انا اخذت الحلو اللي في خاطري ولكن بكميات مدروسه يعني اتمنى انه كل هالنظام الحلو اللي عملته في رمضان ما يضيع بالعيد ممتاز اذا مستمعينا اللي عنده اي سؤال ولا عنده اي مداخله ممكن انه يتصل على الرقم 600551414 وايضا او يرسل لنا رساله نصية على الرقم 4006 كذلك سؤال حلقه اليوم مسابقتنا اليوم الجهاز اللوح الذكي اللي تقدمه هي اداره تقنيه المعلومات في هيئه الصحه بدبي السؤال يقول اي قونة الادويه في تطبيق حياتي تغطي افضل انواع الانسولين لمرضى السكري مستوى الجلوكوز المطلوب في الدم للمرضى احصائيات عن مرضى السكري نلغي اجابه <applause> اخر أيام يلا الغي اجابه انزين اذا الخيارات ما نحصرها ما بين افضل انواع الانسولين لمرضى السكر مستوى الجلوكوز المطلوب في الدم للمرضى. ارسال الاجابه مع الاسم الثلاثي على الرقم 4006. دكتوره نحن نواصل الحديث ادري تبغين تقولين شيء؟ لا كنت بدي اعلق على تطبيق حياتي تفضل الناس يعني. اللي اللي دخلوا على التطبيق ومشكورين نزلوا التطبيق، انا متاكده انهم هلا حيجاوبوا ويجاوبوا بسهوله لانه مجرد ما يدخلوا على الادويه او المديكيشن حيشوفوا الليستة وحيعرفوا الجواب. جميل اذا فاصل مستمعينا وما نرجع لكم نستكمل معكم الحديث فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحه وسعاده اسعد الله صباحكم مره اخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معانا في الجزء الاخير من برنامجكم الصحه وسعاده اذا تتعرف ليش علقت مسج من المسجات محمد عبد الوهاب يقول احذفوا جواب وطرش اجابته احصائيات عن مرضى السكري طبعا هذا الجواب اللي نحن حذفناه فمحمد اجابتك غلط كانت عموما سؤال الحلقه يقول أيقونة الأدوية في تطبيق حياتي تغطي أفضل أنواع الأنسولين لمرضى السكر مستوى الجلوكوز المطلوب في الدم للمرضى ارسال الرساله نصيب على الاسم الثلاثي على الرقم 4006 دكتوره كنا نتحدث عن العادات ما بعد الصوم. إن شاء الله. في العيد ان شاء الله وكنت تتكلمين عن الحلويات. <applause> مش بس الحلويات الانسان ممكن يعدل في كل الوصفات اللي بيعملها لأله في في الاكل يعني ست البيت او المشرف على اعداد الطعام ممكن يقلل كميات الدهون استبدال السكر بالعسل والتمر ما ياخد الدهون المشبعة ما يعمل اكل مقلي يتجنب الاطعمة المقلية قد ما بيقدر لانه لسه المعدة مرتاحة الجهاز الهضمي مرتاح خلال شهر يعني ما كان عليه ثقل طبعا عن. احنا بنتكلم عن الناس اللي اتبعوا النصائح في صحه وسعاده طول الشهر المعجنات بتاكد بعد. شوف المعجنات من الاشياء الحلوه على فكره بالعلم <applause> اه يقولون <applause> يبتعدون عنا افضل <applause> آه بعد ال... بالعكس والله؟ المعجنات مشويه آه بالفرن معظمها مع. اذا انت بتحكي على الاشياء المقلاي ايه لكن الاطعمه اللي هي البوريك والاشياء اللي بتكون ديب فرايد اه اكيد انا بتكلم عنها أيه. نبتعد إن أيه. لكن لما بتحكي على مثلا معجنات سبانخ معجنات لحم معجنات جبنه معجنات سموسة. س... لا سمبوسه مقلّاي آه. هذا مش هذا مقلاي مش مشوي أوكي. انا اتكلم على المعجنات اللي هي بالفرن اللي م. مشويه بالعكس كنافة. بتاع... آه خل... هذا سؤال جميل تعرف الكنافة قديش في الميت جرام سعرات حرارية 100 جرام من سعر... في الكنافة بالجبن فيها 305 ستة سعرة حرارية في 100 جرام الكنافة بالقشطة فيها 345 سعرة حرارية يعني هذه كم ساعة أنا أركض عشان أحرقهن؟ يعني شوف لحرق 250 كالوري آه بدك تمشي ساعة أي ستة كيلو تقريبا فأي تقريبا إيه إيه أي. بس شوف يعني هذا ال 100 جرام فانت ما بدنا اياك تاخذ 100 جرام خذ 50 <applause> هذا اتذكر انا فتره فترات يعني تضرب في مخي هاي الكنافه اه وانا بحبها بس مش دائما اي لا انت صبري م. انا يعني توني مخلص تمرين ما م. اتعشى زين امر اخذ لي صحن كنافه زين واروح بعد التمرين؟ يعني عقب التمرين بساعتين شيء اوكي اوكي وما بترقد على طول طبعا لا اه اوكي إذا ما تركض على طول أوكي لأنك أنت already يعني you have already burned يعني وجسمك بحاجة آه المهم أنه ما يكون زيادة عن السعرات الحرية في توتال اليوم في معدل اليوم وما تكون أخذتها ونمت على طول لأنه كمان تخزن لأنه بتعرف الدهون تاخد وقت لتنحرق تسع ساعات طيب دكتوره يعني الان نحن نتحدث على الثلاث ايام العيد الفطر يعني باذن الله. نعم. طيب نحن عندنا بعد رمضان نصوم سته من شوال باذن الله نعم نزين. الان ابغي اسال يعني هل المساله شويه تفرق في اذا اذا انا كملت صيامي سته من شوال مه. ما بين اني انا افطر يوم واصوم يومين أو أصوم ثلاثة أيام أو أني أسحبهن كلهن ستة أيام بعد, بعد الفطر شوف آه هو الاسهل انك تسحبهم ورا بعض أي. اسهل لك لانه خلص جسمك تعود على لانك حتطبق نفس النظام تبع رمضان بحيث انك تاخذ فطور وسحور وبالطريقه الصحيه وجسمك لسه آه متقبل فكره الصيام أي. بطريقه بالفتره الطويله اللي احنا فيها هاي فحيكون عليك سهل آه صحيا شو افضل؟ حتى صحيا اوكي لكن آه فك فكره اللي انت حكيتها بانه كان في بريك بالنص اللي هي ثلاثة أيام العيد أي. وممكن تقسمها ثلاثة بثلاثة عرفت ثلاثة بعدين إفطار بعدين يوم بعدين ثلاثة كمان بيعمل بتعرف كيف في بعض الانظمه في انا كثير ما مش كثير بـ بـ بحبها بس فعلا إلها عند بعض الاشخاص فعلا تعمل اكشن خلينا نقول او او لها استجابه قويه لما الشخص بي 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 بيرجع لنظام عادي وبعدين بيرجع بيصوم فهو بفعل عمليه الايض وعمليه الحرق الجسم زي كانك ضحكت عليه فاعطيته سعرات حراريه وغيرت النظام ورجعت بعدين للنمطيه بيحرق بيحرق اكثر وبيكون الفعاليه والكفاءة عنده اعلى مم. فانا بتهيئ لو عملت الثلاثه العيد بعدين يوم ثلاثه شوال بعدين يوم بعدين ثلاث ثلاث مر... ايام حيكون كثير حلو بحيث انك انت تضلك متجدد النظام تبع الحرق عندك هلا اتباع الصوم بشوال يرجو نرجو انه يتبعوا نفس النظام اللي حكينا باني انا اتبع نظام غذائي متوازن، الطبق الصحي افطر واتسحر وانه الحلو بعد بعد ما في طبعا تراويح بس الحلو بعد صلاه العشاء واريح ما اخذه على طول استمر بنفس النمطيه اللي تكلمنا عليها خلال شهر طيب دكتوره يعني في اشياء ممارسات معينه الواحد ممكن يمارسها تدمر الجهاز الهضمي م -م. بشكل او باخر وايضا في عادات يجب خاطئة. ان نحن نبتعد عنها يعني فيما اثناء الاكل وبعد الاكل زي خلي الحين الواحد يسوي له طبق صحي وما ادري كذا وغيره لكن شو هي ابرز الاخطاء اللي الواحد ممكن يعني يسويها اثناء اول خطا واللي كثير ناس ما بتعمله هو عدم تناول وجبه الافطار هذه من الاخطاء اللي كثير نتمنى ان شاء الله عبر برنامجك الجميل صح وسعادة إنه الناس تتبع هذا النظام يا جماعة الإفطار ب العيد حيخدم النظام اللي انتم عملتوه خلال شهر رمضان حيخدمكم بالذات اذا كان تدرج زي ما تكلمنا قبل قبل صلاه العيد وبعد صلاه العيد ويا ريت حبوب كامله مع لبن مع فواكه حتى انا حتى يكون نوعيته جيده تاني شغله الـ الـ الدسم اللي بيجي انت بتعرف كميات هائله من الاطعمه بتكون على المائده تبعت الغداء تاعت العيد مم. وبالتالي الجهاز الهضمي بعد شهر صيام كان مرتاح وبيجيلوا له الاكل بتوقيت معين مره واحده في اليوم او مرتين وبتكون حتى مقسمه حتى بالسحور بطريقه مرتبه بيروح يلا هلا انت عندك عيد فحتى الجهاز الهضمي معيد بطل يشتغل بصوره صح بصير في عندك سوء هضم بصير في عندك عسر هضم بصير عندك حرقه في المعده ليه؟ اطعمه عاليه في الدسم بتاخذ كميات كبيره من الاطعمه بك بوقت واحد بانواع متعدده على هذا الجهاز اللي كان مرتاح وبالتالي يؤذي الجسد كثير ناس اللي عندهم ريفلكس او عندهم قرحه او عندهم ارتجاع مريئي او عندهم سرعة انه يصيبهم امساك او غازات هدول اكثر ناس بيعانوا من هذا الموضوع بالعيد حلو نعيد ولكن نعيد بذكاء ما عندي مشكله غيروا هالنمطيه السنه مش بخل ولا انه انتم ما بتقدروا، احنا متاكدين الله يعطي العيد للكل وصحة وسعادة للكل، لكن خليك ذكي في انتقاء حتى لو كان في تنوع بالاكل على الطاولة، ابدأ بالسلطة وخذ نوع واحد بس، لأنه فعلاً انت ما تثقل على معدتك وخليه كميات قليلة. يعني كميات صغيرة ولو مشتهي شيء خليه بعد ثلاث ساعات، بعد اربع ساعات، قسمهم لوجبات صغيرة. إذا انت م... إذا انت كثير حابب الأكل اللي موجود. جميل دكتور نحن من العادات اللي موجودة عندنا في العيد إن نتزاور ونمر من بيت ليد فأول ما نسلم وكذا لازم تكون الفوارة موجودة طبعا و... الفوار يعني الواحد إذا بيزور يمكن ما بين أربعين إلى خمسين بيت زي. <applause> 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 عندي حل لها هي. وكنت حابة أني أنا أتكلم فيه بإسهاب أنه لما أنا بدي أروح على العيد جميل أني أنا أجامل هلأ أول بيت أنت ممكن يكون له نصيب بالأسد انك ايه انت تجامله ايه وتاخذ الحلو وتاخده لكن باقي الاشخاص مش على حساب صحتك حلو انك تزور وتجامل ويقدموا لك الفوالة ما عليه لو اخذت الكعك او اخذت الشوكليتس وخليتها معك اخذت مثلا قطمه وخبيت الباقي معك المهم انت جامل بس مش على حساب صحتك، شوف محمود لانه فعلا هذه العاده موجوده عندنا كلنا، عند كل العرب دون استثناء، لازم نتزاور الاهل، الخوات، الـ الـ الام، العمه، الخاله، ولازم يحلفوا عليك لازم تاخذ، ما بكسر في خاطرهم باخذ لكن خليها معك. وبعدين في وقت اخر بيوم تاني ما حيخرب الكعك، بضل شهر، فانت تاخده بعدين، تاخده معك على الدوام، تحتاجه في وقت الدوام، مش غلط. لكن مش على حساب صحتك ما أجامل على حساب صحتي آخذ ولكن ما آكله كله لانه فعلا حيصير تلبك معده او ما آخذ الغدا اعتبره هذا غداي عرفت علي بس ما بتقدر ما تتغدى لانه انت اصلا الـ الـ البيت العائلي عم بيستنى للغداء الغدا العيد اساسي عند كثير من الناس أيه فما صحيح. فيك ما تجامل بالغداء فانت يو هاف تو تضحي في شيء فانا بتهيألي بجامل باني انا اخذ منهم شكرا مشكورين وكل سنه وانتم طيبين ولكن ما اكل الا بدايه اول وحده اللي بقدر اني انا اكلها او في مساحه لها في معدتي طيب الواحد ممكن ينقي طبعا فاكهه أيه. مثلا اي يعني طبعا يعني في النص كذا السله ايه العودة ما شاء الله ايه يعني. سله الفواكه بس في الكيك انت شفت النظام تاع الكيك اللي بتكون قد الطاوله تبعتنا هي اللي احنا قاعدين يعني. ما, ما شاء بقى الله بقى يعني صحيح. ايه فحتى لو حبيت اني انا اجامل من الكيك هذا ما عندي مشكله لو اخذ معلقة واحده كبشه بس قرمه ايه بس على الاقل اني انا جاملته ما كسرت في خاطر الاشخاص انزين الحين الواحد يوم بيمر الدكتورة كل هذه البيوت وبيدخل مم. يعني مم. اقلها يا بيشرب شاي يا بيشرب قهوة ما في مشكلة شاي والقهوة يشرب بس على انه اولا القهوة العربية ما فيها أه. كافيين كتير أوكي. هذا يعني معظمها سبايسز هيل وزعفران وكذا وخفيفه اذا تركش كافي انصحك انك ما تاخذ اكثر من اربعه فراجين لانه هذا حدك في اليوم يعني اعرف نفسك اذا رحت البيوت هاي واي حدا ضيفك تعدت الاربعه انت عم تؤذي الجسم <applause> فيفضل لا مم. حتى الشاي يعني انا بفضل شاي اخضر آم ما ما يزيد على اذا هم اصلا استكانات صغار محمود فيعني ما يزيد عن سبع استكانات بحيث اني انا عم باخذ القهوه شيء يعني أش اشكل فيهم بس ما ازيد طيب في سؤال يقول تحياتي للجميع افطاري وسحوري مكون من خمس تمرات ولبن خالي الدسم وبطيخ وعصير برتقال وماء بكثره وسلطه هل هذا صحي ام لا؟ كسحور ممكن بس كإفطار لا ناقص لأنه ما عندك الكربوهيدرات كفاية ما عندك إنت طبعا ما بعرف إذا رجل أو, أو امرأة بالحالتين التمرات عطتك جزء بسيط من الكربوهيدرات أه يعني حوالي لو بدنا نحسبهم هلا انا وياك على على الهواء الخمس تمرات حوالي أه ما ما بتعدوا 90 سعره حراريه أه كوب اليح مثلا او شرحة البطيخ أه فيها 60 سعره حراريه يعني أه 90 و60 150 جينا اخذنا روب زبادي اذا أخذ الكوب ال 250 ال ما اتوقع أظن أخذ الكوب الصغير آه حوالي 150 سعرة حرارية يعني هي هي آه 150 هي 300 سعرة حرارية كرجل 600 سعرة حرارية في اليوم هل تكفي؟ طبعا لا الحد الأدنى للرجل 1400 سعرة حرارية وللمرأة 1200 سعرة حرارية في اليوم الرجاء أنه آه توازن الطبق الصحي يعني ما بتحب لحم أو سمك أو دجاج ممكن تأخذ فول حمص آآ عدس آآ أي نوع من أنواع البقوليات اللي تعود وآخذ بطاطا آآ حلوة أو أو بطاطا عادية بالمشوي إذا أنا هو كتير حابه هو تبع النظام الصحي حبوب كاملة رز أسمر بس لازم يكون متوازن لأنه هيك هو نقص كتير في بعض أنواع الأغذية. طيب أه نحن وصلنا يعني أعتقد نوقف استقبال أه الأجوبة على أه سؤال حلقة اليوم اللي هو ايقونة الأدوية في تطبيق حياتي تغطي أفضل أنواع الأنسولين لمرضى السكري ولا مستوى الجلوكوز المطلوب في الدم للمرضى ولا أحصائيات عن مرضى السكري وهذا الخيار لغينا هو تحب أجاوب؟ جاوبي هو بتغطي الأول والثاني طبعا أنواع الأنسولين واستخداماتها وايش أحسن الأنواع وأيضا بتغطي كم لازم الشخص يكون نسبة السكر عنده وتغطي العديد من الأشياء اللي بتخص مريض السكر بالنسبة للدواء وكيفية التعامل مع الدواء جميل اذا بس مش الاحصائيات اي بنشوف نحن ليه ما يختاروا لنا اسم الفايز معانا دكتورة ما نرجع ما نتكلم عن بعض الاشياء اللي اللي يجب ان الواحد يحاول ان يتفاداها؟ لا ان بعض الاخطاء اللي اللي يسويها مثل يشرب الشاي لان اوراق الشاي تحتوي على نسبه عاليه من الحمض بعد الاكل <applause> هلا هذا أه صحيح ولا غلط؟ شوف في في ماده أه بالشاي اللي بتمنع امتصاص الحديد هذا للناس اللي بياخذوا النباتيين نعم، لكن الناس اللي بياخذ مثلا عم بياكل كبده او بياكل لحمه واي نوع بروتين حيواني وبيشرب الشاي ما عندك مشكله طيب اكل الفواكه يسبب انتفاخ البطن بالهواء؟ لا بعد إذن. الاكل انا بع... كل هذا الأكل أكله بعد شف. الاكل أتكلم. بعد الأ... اه الشاي بعد هي. الاكل ما انا حكيت هي. على الناس اللي بتاخذ اللحم وكذا ما في مشكله الناس النباتيين نعم تعيق امتصاص الحديد زياده عن اللازم آه بالنسبه للفواكه الفواكه, الفواكه يفضل اخذها قبل الاكل بتحل الالياف الموجوده فيها بتحسن ولكن بعد الاكل منفضل تاخذها بعد بساعه لانه عشان يصير في عمليه الهضم احسن لانه هي سكريات مبدئيا احاديه او ثنائيه بروح الجسم بيهضمها اكثر قبل الاكل الرئيسي، فانت بتعيق عمليه الهضم نوعا ما، فانت يفضل انك تاخذها بعد ساعتين السباحه ترفع تدفق الدم لليدين والارجل وبالتالي يقل تدفق الدم في مناطق كثيره من الجسم وبالاخص حول منطقه البطن مما يضعف ذلك الجهاز الهضمي <applause> لا بالعكس السباحه من افضل بعد الاكل بعد الأكل لا بعد يعني الاكل لك الحين هذه عادات بعد آه الاكل يفضل لا يفضل بعد الاكل على الاقل بثلاث ساعات ده ولا رياضه احنا بنحب يمارسها الشخص بعد الاكل مباشره المشي ولا المشي ولا ولا رياضه بعد الاكل مباشره لا خلي ساعه او ساعتين وبعدين النوم قيلوله وليس نوم النوم لا القيلولة اللي بعد الغداء مه. اللي 20 مينتس بتكون صاحي انت فيها بتخل بالعكس انت جالس ومسترخي بيكون عملية الهضم اسرع اذا نمت يخزن تخيل يعني تخيلي واحد قاعد كذا مسترخي بعد الاكل اكيد بيرقد بي مش بيرقد لانه هو جالس في, في, في على الصوفة مش في السرير ومطحف وبده يرقد بعد دقيقة باقي بين بيزيد وزنه انزين عندنا أه يعني اللي يشوف الشباب عقب الاكل يسحب له سيجاره <applause> لا يعني... بعد الاكل لا ولا شوف بس يقولون ان سيجاره وحدة بعد الاكل تعادل عشرة سجائر <applause> شوف إز... في اوقات اخرى يعني طبعا لانه لانه الدم كله نزل للهضم داخل في داخل الهضم فانت لما بتزيد عليه النيكوتين الاكسجين مش موجود مظبوط فانت فعلا بتعادل عشرة تقريبا او اذا اكثر فانت تؤذي الجسد اضعاف من لما ما تاخدها راح يعني يا ريت ما حدا ياخذها بصراحه لا قبل ولا بعد بعد الاكل البطن ينتفخ فاللي يكون لابس سروال ولا لابس جز يكون <applause> ضاغط على هذا فهل هذا الموضوع انه ان يسبب التواء في الامعاء او تسكيرها؟ لا هو ما بضايق الشخص في عمليه الهضم بالذات اذا كان ماخذ اشياء بتنفخ يعني زي أي. إيه زهره قرنبيط كذا لا دائما يكون لابس شيء مريح حتى ما ينضغط لانه هاي فيها هاي غازات بتطلع غازات فممكن تؤذيه يعني بتضايقه لكنها مش مرضيا يعني والله عندنا واحد من الشباب قميص القميص يتبطل عنده <applause> ممكن يكون عنده قولون عصبي ان شاء الله <applause> ممكن يكون عنده قولون عصبي ان شاء الله هذا ان شاء الله حق عيسى <applause> عيسى يشرني يخلص الوقت خليتني يا ريال <مش في العكوبي> عموما الله يحفظ آه الجميع <applause> بكره غلل... حنتكلم على, على الامراض ها خلي الفايز معانا عمار عبد الله علي الف مبروك للمستمع عمار عبد الله علي فاز معانا ب جهاز لوح ذكي مقدم من هيئه الصحه بدبي اداره تقنيه المعلومات غدا ان شاء الله بنستكمل نفس الموضوع واللي عنده اي استفسارات او اي شيء ممكن يتواصل معانا في الغد دكتوره على فكره نحن م. يعني عندنا حلقه باكر وعقب باكر بعدها راح نوقف البرنامج إلى نهاية أغسطس بيفتقدونكم الناس <applause> والله نحن ما نفتقدهم أكيد. عموما حتى وصلنا إلى حلقتنا اليوم في الختام لأملك اللي نتوجه بشكل الجزيل لزملاء في الاستوديو بداية الدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية أيضا ميثا بنبيات وعيسى سبيل كانوا معنا في الاخراج وفي التنسيق الاخت اشواق مسعد وعزيز ما يابلنا قهوه ولا شيء بس واقف رمضان <applause> كريم <applause> 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 وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحه وسعاده دمتم بصحه وسعاده صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي